لو الحكاية فيها إن فيتو الميديا مفيدة ولا مضرة وليه؟ أنا شايف إن ضررها أكبر من نفعها، يعني لأن الشباب الصغير بتاعنا ده بيتنقلوا أفكار معينة غريبة جدا على المجتمع وضد الدولة. يعني الواحد المفروض يفكر في الدولة ومصلحتها فين؟ فهم ما ايه مصلحة الكلام ده كله؟ انما لو يعني بيتخذوها كعلم مثلا، يبحثوا يعملوا ابحاث يدوروا على اي حاجة مفيدة للدولة علميا وكده ماشي. هو اول حاجة السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. اول حاجة لو هو هنتكلم في الجوانب الايجابية فيها، اللي هو ايه، بتعرفك العالم، بتعرفك ايه الموضوع اللي بيحصل. بس الجانب السلبي اللي فيه اللي هو مثلا بتنتشر فيه الاشاعه، بتنتشر فيه الاخبار الخطا، المشكله ده بينتشر في المجتمع وبيأثر بالسلب على المجتمع. هو زي ما قلت لحضرتك على حسب الاستخدام بتاعها. يعني في ناس دلوقتي بقت تفتكر بتعمل بيدج واثنين وثلاثه واللايكات بتزيد، فبقى الموضوع ممكن يبقى مربح، اعلانات تنزل على الصفحه بتاعته، بقى ممكن هو قاعد في بيته بيعمل احلى بيزنس. في ناس تانية بتستغل البيجز دي اسوأ استخدام. يعني السوشيال ميديا هي بوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت. بوزيتيف يعني بتخلينا نتواصل مع الناس وبتوفر علينا يعني حاجات كتير، زي ان احنا ممكن مثلا بدل ما انا انزل اعمل كريدت ب 10 جنيه ولا ب 20 جنيه، لا انا ممكن اكلم صاحبي ببلاش طول اليوم كمان ومن غير اي حاجه. النيجاتيف ان هي في حته الهاكر بقى، ان اي حد ممكن يهكر ايميلي، ياخد خصوصياتي، انا بكلم مين، ياخد صور الناس اللي انا بكلمهم ويساومني. والحته دي يعني هي مفيده في بعض الاحيان ومضره في بعض الاحيان، يعني سلاح ذو حدين. يعني ممكن تستخدم في تسويق حاجه مفيده برضك، او تستخدمها كتعليم كدراسه اي تنويه عن اي حاجه مفيده. وممكن كشباب وبنات بيستخدموها صفحات مش كويسه بتضر شباب كتير، بتنشر حاجات غلط، فهي في الاول وفي الاخر بتعتمد على الشخص اللي بيستخدمها. السوشيال ميديا انا بقول لحضرتك ان السوشيال ميديا لما تكون هتعرض حاجه او هتقول حاجه تفتح نفس الشعب اللي يعيشها للحياه للدنيا للبلد اللي عايش فيها، امين. ولكن السوشيال ميديا لما تيجي وتسود الدنيا في وش البني ادم، لا، الدنيا مش محتاجه سواد. نتكلم بصراحه من غير مجامله، البلد ظروفها تعبانه، انا عايز حد يفرحني، عايز حد يديني خطوه لقدام مش يرجعني 100 خطوه لورا. السوشيال ميديا ممكن تساعد في 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 الفرحه اللي الشعب المصري بيجري او بيتلكك انه يفرح. والله انا شايف ان هي مفيده في حاجات ومضره برضه في حاجات، يعني عشان مش يعني هي ممكن مفيده مثلا انا بجيب معلومه كويسه، يعني حاجه كويسه، لكن ممكن بقى بتبقى مضره مثلا لو استخدمتها في الوقاحه مثلا. حاجات كتير بقت تحصل في المجتمع واقعه لدرجه ما حدش يتصورها بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ممكن تكون دمرت ناس كتير قوي ما لهمش اي ذنب في اي حاجه.